وينضم إلينا مراسلو الغد من الجزائر العاصمة سهام عبد القادر وكريم قندولي، ومن وهران شمال غرب الجزائر حسان جزائري. أبدأ معك حسان، كيف تبدو الأجواء العامة بعد إعلان عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في وهران؟ طبعا نعم، شكرا. في وهران مباشرة بعد إعلان فوز عبد المجيد تبون بنسبة 58%، بدأ الاحتفال بمديرية حملته هنا في وهران، حيث خرج مؤيدوه في الشوارع للتعبير عن فرحتهم، خاصة أنهم كانوا ينتظرون هذا الفوز، وأتى في الدور الأول دون الذهاب إلى الدور الثاني. وهنا في ولاية وهران فقط حقق عبد المجيد تبون نسبة 77% من الأصوات مقارنة بمنافسيه. وأثناء هذه الاحتفالات أتى طرف آخر من الشارع الجزائري، عبروا عن رفضهم لهذه الانتخابات ووجهوا انتقادات لمجراها، وقالوا بأنه كان من الأولى البحث عن حل توافقي قبل الذهاب إلى هذا المسار الانتخابي، بينما رد عليهم مؤيدو الرئيس الآن يمكن أن نقول عبد المجيد تبون، وقالوا بأن الأولى الآن استرجاع شرعية منصب الرئيس الجمهورية ثم مباشرة هذه الإصلاحات. إذن رئيس الجمهورية الجديد أمام عقبة تحد كبيرة، وهي إقناع الجزء الرافض لهذا المسار الانتخابي، إقناع هؤلاء المتظاهرين الذين لا يزالوا يرابطون في الشوارع، محاولة استقطابهم، البحث عن شرعية أخرى هي شرعية الإنجازات للوصول إلى حل توافقي، لأنه نسبة مهمة من الجزائريين رافضة للمسار الحالي، تعبر عن رفضها من خلال مسيرات في الشوارع انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة. هناك أزمة ثقة، يجب إقناع هؤلاء حتى تكون الأمور هادئة وتسير نحو الفراج من الأزمة الحالية. نعم. والاستجابة لمطالب حراك 22. إذن حسان، لا يزال هناك توتر في الشارع الانتخابات السيد في عبد المجيد تبون وهران. دعنا ننتقل إلى العاصمة. نعم، الجزائر، لنرى إن كانت الأجواء مشابهة في وهران. كريم، كيف ترصد الأجواء العامة؟ هل الموقف يختلف في وهران عنه في العاصمة الجزائر؟ وهل كان أنصار تبون يتوقعون هذا الفوز؟ هبة، كان متوقع بالنسبة لأنصار الرئيس الجديد الثامن في الجزائر. طيب، سنعود إليك مرة أخرى كريم لحين إصلاح ذلك العطلة. سهام، ماذا عن موقف المجلس الدستوري من تقديم الطعون؟ ومتى سيبدأ تقديم هذه الطعون إن تم تقديمها؟ نعم هبة، مساء الخير. إذا بالنسبة لتقديم الطعون، فبحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أعزت ذلك للمجلس الدستوري الذي سيبث في هذه الطعون. تقدم الطعون بعد الإعلان عن نتائج من طرف السلطة المستقلة الوطنية للانتخابات اليوم بفترة أقصاها 10 أيام. بعد ذلك يتم النظر في هذه الطعون ويتم البت فيها، ويعلن بعد ذلك أو يتم تنصيب الرئيس الجديد إذا بقيت النتائج على ما هي عليه، وهو عبد المجيد تبون. سوف يتم تنصيب الرئيس في الأسبوع الأول من شهر يناير القادم من سنة 2020. طيب، هل هناك توقع لأن يعقد الرئيس الجديد عبد المجيد تبون مؤتمرا صحفيا ليخاطب فيه الشعب؟ صحيح، نحن هنا في المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر في انتظار أن يأتي إلى هنا المرشح الفائز في المركز الأول سيد عبد المجيد تبون ليلقي تصريحا أو ليكون له تصريح ومؤتمر صحفي في هذه القاعة. هناك مجموعة كبيرة من الصحفيين المحليين الوطنيين الجزائريين، قنوات الجزائرية المرئية والمسموعة والمكتوبة، وأيضا
هناك كم هائل من الإعلاميين الأجانب والقنوات الأجنبية أتت إلى هنا لتغطية هذا يعني هي لتغطية النتائج إعلان النتائج وتم ذلك. والآن في انتظار كلمة عبد المجيد تبون لإلقاء تصريحه بعد قليل. من المفترض بعد قليل سوف يكون هنا المرشح. نعم سهام عبد القادر الفائز. نعم شكرا جزيلا لك، كنت معنا من العاصمة. أيضا أشكر كريم قندولي من العاصمة الجزائرية من وهران شمال غرب الجزائر، كان معنا حسان جزائري. شكرا جزيلا لكم جميعا.